السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أبطال كي جي ون، مرحبا بكم حبايبي الحلوين. معكم الآن مس منى، سوف أقدم لكم إن شاء الله درسا جديدا في حروف اللغة العربية. هيا بنا يا صغار الحلوين لنبدأ في درس اليوم، ولكن قبل أن نبدأ في درس اليوم هيا بنا لنلعب لعبة جميلة مع بعض. اليوم سوف نقوم بعمل مراجعة على الحروف السابقة، ولكن كيف سنراجع؟ لا أرى أي حروف هنا يا مس منى، كيف سنراجع؟ شوفي يا حبيبي الحلوين، هنا مجموعة من الصناديق بألوان مختلفة وجميلة. اليوم سوف نحرك هذه الصناديق ونكتشف ما هو الحرف الموجود أسفلها. أول صندوق عندي هنا هو الصندوق الأخضر، هيا بنا لنحركه ونكتشف ماذا يوجد. أو إنه حرف اللام، ل ل لام، هذا هو حرف اللام، ل ل لام. وعند الصندوق الأزرق سوف نذهب إليه ونكتشف ماذا يوجد عنده. إنه حرف الهاء، ه ه هاء، ه ه هاء. وسأذهب إلى الصندوق، هذا الصندوق، وسأكتشف ماذا يوجد أسفله. إنه حرف الكاف، ك ك كاف، ك ك كاف. ماذا يوجد عندي أيضا؟ إنه الصندوق الأصفر، هيا بنا لنكتشف. إنه حرف النون، ن ن نون. إذن هيا بنا لنقرأ مرة أخرى، لام، ل ل لام، كاف، ك ك كاف، ها ه ه هاء، نون، ن ن ن نون. والآن بعدما الحمد لله يا صغاري الحلوين قد قمنا بعمل مراجعة على الحروف السابقة، الآن سوف نكتشف ما هو الحرف الجديد الذي سنتعلمه اليوم. هيا بنا يا صغاري الحلوين لنرحب بحرف الواو. قولوا معي مرحبا حرف الواو، مرحبا حرف الواو، مرحبا حرف الواو. إذن هذا هو حرف الواو، و و واو. هذا حرف الواو منفصل بدون أصدقاء، وهنا حرف الواو مع أصدقائه داخل الكلمة، واو واو. وما هو صوت حرف الواو؟ و و و. مرة أخرى، و و واو. هذا هو شكل حرف الواو، عبارة عن دائرة صغيرة وقوس، و و واو. الآن يا أبطال الحلوين سوف نقوم بالبحث عن حرف الواو، هيا بنا يا صديق القلم لنبحث عن حرف الواو. وما أجمل ما أجملهم، ما أحلاهم الوردات الحلوات ما شاء الله. هيا بنا لنبحث عن الوردة التي بها حرف الواو. يا ترى سنبدأ من هنا من اليمين، هذه الوردة بها حرف الواو. نعم، إذن سأضع دائرة. و و واو. هذه الوردة بها حرف الواو إكس، إنه حرف الألف، هذا ليس حرف الواو. هذه الوردة الجميلة بها حرف الواو. نعم، إذن سنضع دائرة حولها. هذه الوردة الجميلة بها حرف الواو إكس، إنه حرف الجيم، هذا ليس حرف الواو. هذه الوردة الرائعة بها حرف الواو. نعم، إذن سنضع دائرة. هذه الوردة بها حرف الواو. نعم، إذن أيضا سنضع دائرة. إذن واو، هنا حرف الواو، وهنا حرف الواو، وهنا حرف الواو، وهنا حرف الواو، وصوت حرف الواو هو و و واو. الآن
هيا بنا لنكتشف الكلمات التي نسمع بها صوت و. يا ترى ما هي؟ أول كلمة عندي تبدأ بحرف الواو وهي وردة. كلمة وردة، هنا حرف الواو وهنا كلمة وردة، وكلمة وردة تبدأ بحرف الواو و و وردة. والوردة هي من أنواع النباتات، ويجب علينا يا صغار الحلوين أن نسقي الوردة كل يوم بالماء، لأننا إذا لم نسقي الوردة بالماء ماذا سوف يحدث لها؟ ستموت. إذن الوردة تبدأ بحرف الواو، والوردة هي ألوانها رائعة جدا، رائحتها ذكية جدا جدا، وأيضا النحلات الحلوات يحبون أن يأكلون من الورد. إذن ووردة ووردة. السورة التالية أو الكلمة التالية التي تبدأ بحرف الواو وهي إنه ولد، أو كلمة ولد تبدأ بحرف الواو، هنا حرف الواو وهنا كلمة ولد وولد، وكلمة ولد تبدأ بحرف الواو. والولد، انظروا هنا، هذا هو صورة الولد، وولد وولد. إذن وولد ووردة. كلمة أخرى تبدأ بحرف الواو، يا ترى ما هي؟ إنها كلمة وجه، ووجه ووجه. هذا حرف الواو وهنا كلمة وجه، وكلمة وجه تبدأ بحرف الواو. انظروا هنا صورة الوجه الجميل، وجه سعيد، وهذا نعطيه نجمة كبيرة جدا لأنه وجه سعيد. أما هذا وجه غاضب، والوجه الغاضب إكس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا تبسمك في وجه أخيك صدقة. معنى إيه يا كي جي وان؟ أننا يجب دائما أن نبتسم لأصدقائنا، لأهلنا، نبتسم لمعلمتنا، نبتسم للجميع، لأن يا صغار الحلوين من يبتسم فيحبه الله، ومن يحبه الله يدخله الجنة. إذن ووجه، ودائما إن شاء الله وجه سعيد وليس غاضبا أبدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا حديث شريف تبسمك في وجه أخيك صدقة. والآن سوف نتعرف أيضا على كلمة جديدة بعد كلمة وردة وكلمة ولد وكلمة وجه. وجه يوجد عندي أيضا كلمة أخرى تبدأ بحرف الواو، يا ترى من تكون؟ إنها واحة. قولوا معي واحة. هذا هو حرف الواو وهذه كلمة واحة، وكلمة واحة تبدأ بحرف الواو هنا. والواحة يا صغار حلوين هي عبارة عن مكان يوجد في الصحراء. هذا المكان هو مكان رائع جدا، لأن الصحراء تكون مليئة بالرمال فقط، ومليئة بالرمال ويكون الطقس فيها حار جدا، لكن الواحة هي مكان في قلب الصحراء يوجد به الماء ويوجد به الأشجار، فنجد هناك الهواء جميل جدا، وهو مكان رائع جدا اسمه واحة. فالواحة هي كلمة تبدأ بحرف الواو، ولأننا نعيش في دولة الإمارات، فمن أشهر واحات دولة الإمارات هي واحة ليوة، كما أخذناها في السابق في حرف اللام، واحة ليوة، ليوة. إذن يا صغار الحلوين، مكان يوجد في الصحراء وهو مكان رائع به الأشجار به الماء هو واحة.
إذن الآن الحمد لله قد تعرفنا على أن كلمة وهو وردة، وكلمة وهو وجه، وكلمة وهو ولد، وكلمة وهو واحة، جميعهم يبدأون بحرف الواو. الآن دوركم يا أبطال الحلوين، ودورك يا صديق القلم لتساعدني في البحث عن الصور التي تبدأ بحرف الواو. هيا بنا لننظر هنا. أول سورة تبدأ عندي بحرف الواو هي سورة عنب إكس. ما هي أول سورة؟ إنها وردة. ووردة. في هذه السورة قهوة. قهوة تبدأ بحرف الواو؟ لا، إكس. وجه يبدأ بحرف الواو؟ نعم، ويجب أن يكون وجهنا دائما سعيد. عنب تبدأ بحرف الواو؟ كلمة عنب إكس. سورة واحة تبدأ بحرف الواو؟ نعم، واحة تبدأ بحرف الواو. سمكة تبدأ بحرف الواو؟ إكس. قمر يبدأ بحرف الواو؟ إكس. ولد يبدأ بحرف الواو؟ ولد. نعم، إذن هنا تعرفنا وهو وردة، وهو وجه، وهو واحة، وهو ولد. الآن سوف نذهب أيضا لتوصيل حرف الواو مع الصورة الصحيحة له. هيا بنا يا أبطال، صديق القلم سيساعدني. سنبدأ هنا من اليمين. هنا سورة ولد. ولد يبدأ بحرف الواو؟ هيا بنا لنسمع. وولد. نعم، سأصلها. سمكة تبدأ بحرف الواو؟ إكس. لن أصلها، إكس. وردة تبدأ بحرف الواو؟ ووردة. نعم، إذن هيا بنا لنصل سورة وردة. قمر يبدأ بحرف الواو؟ إكس. وجه ووجه. نعم. عنب إكس. واحة وواحة تبدأ بحرف الواو؟ نعم، إذن ولد ووردة ووجه وواحة. الآن يا أبطال الحلوين سنصل الكلمة الصحيحة مع السورة الصحيحة. هيا بنا لنقرأ هنا. هذا السؤال للشاطرين الشاطرين الشاطرين، وأنت يا صديق القلم شاطر جدا. أول شيء سنرى هنا السورة. أول سورة عندي هي سورة ولد، وهو حرف الواو، ول حرف اللام، ولد حرف الدال، واو ولام ودال. هيا بنا لنبحث عن الكلمة التي بها ولد، فيها واو ولام ودال. واو هنا، لا يوجد هنا حرف اللام. هذه ليست كلمة ولد. هنا حرف اللام والدال؟ إكس. هنا حرف اللام والدال؟ نعم، ولد. هذه كلمة ولد. هيا بنا لنصلها هنا. ولد. هكذا. السورة التالية وهي وردة. وردة. إذن عندي واو وراء ودال وتاء مربوطة. هيا بنا لنبحث عن هذه الكلمة. هذه كلمة وردة. وردة. لا يوجد هنا حرف الراء، لا يوجد حرف الدال. وردة. نعم، هذه كلمة وردة. لنقرأ. وردة. سنصلها هنا، وردة. نعم. سورة وجه. وجه عندي حرف الواو وجه حرف الجيم، وجه حرف الهاء. إذن هنا كلمة وجه. انظروا، وجه هذا حرف الجيم داخل الكلمة، وهاء مربوطة. إذن سنصل كلمة وجه بصورة وجه. لنقرأ الكلمات. ولد.
وردتن وجهن ولدن هكذا. والآن يا أبطال الحلوين سوف نذهب إلى هدفنا الأخير اليوم إن شاء الله في مع حرف الواو، هو تعلم كتابة حرف الواو كتابة صحيحة. هيا بنا لنبدأ في تعلم كتابة حرف الواو يا أبطال الحلوين. لنبدأ هنا. قواعد اللغة العربية، دائما أبدا نكتب من اليمين إلى اليسار، نمسك القلم مسكة صحيحة، نتتبع النقاط بشكل صحيح. انظروا معي هنا حرف الواو، سوف أبدأ من هنا. انظروا جيدا معي كيف سنكتب حرف الواو. نمسك القلم ونبدأ من هنا. حرف الواو عبارة عن دائرة صغيرة ثم قوس أسفل السطر. نعيد الكتابة مرة أخرى. انظروا معي هنا، دائرة صغيرة ثم قوس هكذا. مرة أخرى، دائرة صغيرة ثم قوس أسفل السطر، دائرة صغيرة ثم قوس وواو، دائرة صغيرة ثم قوس أسفل السطر. مرة أخرى، وردة. لنبدأ لنكتب حرف الواو لكلمة وردة. نقف عند النقطة، نمسك القلم مسكة صحيحة، نبدأ في دائرة صغيرة هكذا على فوق السطر ثم قوس. هذا هو حرف الواو. مرة أخرى، دائرة صغيرة ثم قوس. مرة أخرى حرف الواو، ووردة وولد هكذا نكتب حرف الواو اكس. لا نكتب حرف الواو هكذا ابدا، نكتبه هكذا. هو عبارة عن دائرة صغيرة ثم قوس هكذا. والآن يا صغاري الحلوين، قد الحمد لله انتهينا من التعرف على حرف الواو. تعرفنا على صوته وهو وواون، تعرفنا على الكلمات الدالة عليه وهي وردة ووجه وولد وواحة. تعرفنا كيفية كتابة حرف الواو وهو عبارة عن دائرة صغيرة ثم قوس أسفل السطر. الآن يا صغاري الحلوين سوف أودعكم وألقاكم الأسبوع القادم على خير إن شاء الله مع حرف جديد من حروف اللغة العربية. أستودعكم الله وحفظكم الله وبارك فيكم يا أحلى كي جي وان. مع السلامة حبايبي الحلوين، إلى اللقاء.